زي ما قال الأستاذ مبروك بركة، الفن بيطلع بينا لفوق ما بياخدناش لتحت. الفن الراقي، الفن الجميل. لسه مع الأستاذ علاء كروان بنسمع قصيدة كتبها أحمد شوقي سنة وغناها عبد الوهاب 1938، وهي معارضة لقصيدة من 1000 سنة. إذن الجميل بيفضل جميل، القوي بيفضل قوي، الأرقى بيفضل أرقى، ما بيندهش. دلوقتي هقدم لكم بنتي وبنتكم بسملة كمال. وأنا عايزها تطلع دلوقتي عشان تقف معانا عشان تسمع حكاية أطول أغنية لأم كلثوم. فكروني. الأغنية دي عبد الوهاب محمد بيقول، عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، على فكرة أنا حكيت لكم قبل كده إن عبد الوهاب محمد من حبه في عبد الوهاب سمى ابنه محمد عشان يبقى اسمه ابنه محمد عبد الوهاب. تعالي يا بسمة اتفضلي عشان نحييكي كتير. الورد ده عشانك. بيقول ان عبد الوهاب اختار الاغنية دي قبل ما يتقابلوا. عبد الوهاب عجبته كلمات الاغنية قبل ما يعرف، ودي اول اغنية اختار ان هو اللي حنى اول اغنية لعبد الوهاب محمد. بيقول ان هو اما قعد مع ام كلثوم عبد الوهاب وقالت له، هي كمان كانت عجباها كلمات اغنية فكروني، فقالت له، قال لها انا كمان عجباني. اتقابلوا هما الاثنين في سويسرا بعد مده كده في سفر، هي عبد الوهاب وام كلثوم، فلقيته خلص تقريبا 3/4 الاغنيه. بيقول عبد الوهاب محمد انه لما رجع عبد الوهاب كلمه في التليفون وقال له انا ابتديت او لحنت فكروني، عايز اسمعك كده المقدمه وتقولي رايك ايه. سمعوا 16 لحن لمقدمة فكرون، 16 لحن. بيقول لي من ال 16 عبد الوهاب محمد بيقول عجبني واحد، ليه؟ عشان هو وهابي قوي. قال لي بعد كده قعدنا نتكلم يجي ساعة في موضوعات مالهاش دعوة بالفن، وفجأة لقيته بيقول لي، قول لي بقى فاكر إيه من اللي أنا قلته لك؟ قال له يعني إيه؟ قال له يعني غني لو أنت لسه اللحن اللي أنت قلت لي عجبك فاكره غنيه. قال له يعني دي مصيبة يعني أغني قدام، أنا أغني قدام؟ قال له يا عم إحنا مع بعض لوحدنا، غني غني. كان عبد الوهاب عايز يعرف اللحن ده علق ولا لأ. لأن هو عبد الوهاب كان كده عجبه جدا. هو ده المقدمة اللي إحنا هنسمعها النهاردة. الحاجة التانية بيقول عبد الوهاب محمد، كانوا بيقولوا سمعت مرة حد بيقول أم كلثوم لو قالت ريان يا فجر هنسمعها. هي زعلت، على فكره انا ما بحبش الكلمه دي خالص. لو ام كلثوم قالت ريان يا فجر مش هنسمعها. هي كمان قالت لا، انا ما اقولش ريان يا فجر، انا احب اعرف المعاني واقولها. ولما عملتها لما قالت كده هي بتقول ان انا بخطأ، هو بيقول ان عمرها ما غيرت لي كلمه، ولكن هي كانت بتغير حاجه عشان هي بتقيل عليها زي حرف الشين، كان بتحاول تبعد عنه. عشان كده هي شوقوني عينيك لأيام اللي راحوا اللي كتبها انت عمرك، هي غيرتها لرجعوني عينيك، عشان هي الشين عندها بتطلع قوية قوية، مش صعبة قوية يعني تقيلة. المهم هي غنت فكروني، بس تعرفوا فكروني كان اسمها ايه؟ كان اسمها روحي فيك. عبد الوهاب محمد كان مسميها روحي فيك. فقالت له ليه يا عبد الوهاب؟ قال لها أنا روحي فيك مهما جرى أنا روحي فيك. قالت له لا. فضلوا يتكلموا لغاية لما لقوا إن لا، استقروا على إنها تكون فكروني. فكروني أول مرة اتغنت كان في شهر ديسمبر زي دلوقتي 1 ديسمبر 1966. بس اللي كان بيعزف العود ما كانش قائد الفرقة، فرقة أم كلثوم، الأستاذ محمد عبده صالح جد الأستاذ أكرم، ولكن كان عبد الفتاح المنسي لانه كان عيان. والقانون ده بتاع محمد عبد صالح بتاع ام كلثوم. تسجيل من تسجيلات فكروني مدته 2:30.
ده أطول أغنية غنتها أم كلثوم على المسرح. هنسمعها مش من ساعتين ونص عشان دي بنوتتنا لسه صغنونة، وأنا حابب أقدمها زي ما كانوا بيقدموا أم كلثوم زمان. واللي هتفضل نجمة المنارة لغاية زي ما قالوا على أم كلثوم نجمة كوكب الشرق، دي هتبقى كوكب المنارة إن شاء الله الآنسة بسملة كمان. Thank you.
I'm
كلموني تاني تاني عنك بعد طول حرماني 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 Thank you.
كلكم فاكرين عاشق ام كلثوم اللي كان بيقولها في الحفله يا حبيبي تاني والنبي عايزين كوبليه يا حبيبي من بسمله. Thank you.
حبك انتي ملوش نهايه.